السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد وبتحديث جديد للعبه تراكرز فور وبي 3. وطبعا يا جماعه رقم التحديث 0.38.9. التحديث يا جماعه الخير ما فيه شاحنه الرينو يلي حكينا لكم عليها بفيديو سابق. طبعا الشاحنه هي رح تكون بالايام القادمه، يعني لحد الان عم يطوروها. بس اليوم يا جماعه في عنا اضافات هيك بسيطه خفيفه على الخريطه، حبيت اقول لكم اياها وان شاء الله بتصادفوها معكم في اللعبه، يعني انتم بتروحوا بتستكشفوها، بس انا رح اقول لكم شو الاضافات بشكل مختصر وسريع. طبعا يا جماعه الخير لا تنسونا من الصلاه على النبي، لا تنسونا من اللايك واشتراك وتفعيل الجرس لتصلكم كل جديد، وبترككم مع المقطع مشاهده ممتعه. وطبعا يا جماعه الخير بدايه مثل ما بتعرفوا بمكان سلسله جبال الألب بمدينه ليخ او ليش، طبعا ما كان في محطات وقود ولا في كان محطات لحتى تناموا هيك، فمشان هيك ضافوا لنا محطات وقود جديده على اللعبه. هاي اول اضافه بالنسبه للتحديث. بالنسبه للاضافه الثانيه يا جماعه الخير ضافوا لنا مثل طرق سريعه او استرادات بين المدن، راح احكي لكم عليها. في عنا اول شيء بين زوريخ والقواري المنجم، يعني هاي حطونا هيك مثل استراد سريع ان شاء الله رح نجربه بالايام القادمه. وفي عنا بين مدينه براغوي ولينز اللي فيها يعني مدينه هيك حلوه صراحه، وكمان في عنا بين مدينه نانسي وفرانكفورت. في يا جماعه الخير هدول الطرق يعني ان شاء الله بالايام القادمه رح نعمل عليهم مقطع، يعني رح اورجيكم كيف الطرق الجديده وكذا. فهلا انا حبيت بس اوصلكم الفكره بشكل سريع. في عنا يا جماعه الخير اخيرا اضافه اشياء موجوده في الطريق مثل تبديل لون شو اسمه الارصفه او الاسترادات، مثلا الزفت تبع الشارع زبطوا هيك عدلوا عليه سووا اكثر واقعيه، وبنفس الوقت حطوا اسياج على طرف الطريق بالمنصفات او على جوانب الطريق، حطوا هيك مثل حديد وكذا، فما بعرف شو بتسمون انتم. هدول من الاشياء يلي ضافون على اللعبه، وباقي الاشياء طبعا يمكن عدلوا على الجرافيك تبع اللعبه وادائها بشكل عام، ان شاء الله بتصير افضل من السابق. طبعا يا جماعه الخير هذا هو مقطعنا اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وما قصر معكم. كتبوا لي رايكم في التعليقات، نزل عندكم التحديث ولا لا وحبيتوه ولا لا. نفس الوقت يا جماعه بس من صار في شيء جديد كمان على اللعبه ان شاء الله رح اخبركم، ما رح اقصر معكم. وبالنسبه للطرق والاشياء اللي حكينا لكم عليها ان شاء الله رح نجربهم بالمقطع الجاي ان شاء الله. طبعا يا جماعه الخير الله وصلنا معكم نهايه المقطع، بتمنى منكم لا تقصروا معنا وصلى على رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس لتصلكم كل جديد، وبترككم بامان الله وسلام.